got a lot of enemies. He's got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from a nigga. مساكم الله بالخير يا رفاقة الخير. ونعم في هذا الفيديو إن شاء الله متكلم عن أسرار وأشياء سرية للغاية عن سيارة الرئيس الأمريكي الحقيقية اللي قيمتها 15 مليون دولار. ليش سويت كذا؟ ولكن قبل ما نتكلم عن هذه التفاصيل، شو صار بسيارتي، شو صار بسيارة الليموزين، وخلنا نقول انه مو بسيارتي، هذه السيارة سيارتكم. ولهذا السبب انا انتظرت لين الحين، لاني ما بسوي شيء قبل ما اشاوركم. في الشهر اللي طاف السيارة دخلت على الوكالة، جددناها من حيث الماكينة، البريكات، تواير، كل السوالف هذه غيرناها، لان السيارة بتدخل على مرحلة ثانية اللي هي الديكوريشن، ونسوي لها ابديت. ف بعد ما فكرت الموضوع قلت يا رفاقة الخير هذا مو موتري انا، تذكرون انا يوم اشتريت السيارة قلت هذا الموتر موتركم انتو، فليش انا اتفلسف واسوي على كيفي؟ فقلنا خلنا نتشاور ونتشارك عشان كل واحد فيكم باكر يوم يشوف السيارة برا يقول انا ساعدتك على كيف انك تضبط الموتر هذا انا ضبطتك. فكرت وين 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 نصير وين نصير، قلت خلنا نصير لازم اصير عند مكان في كل شيء، يعني من A to Z. ولكن بعد البحث الطويل الاسم العالمي في بالي كار ديب، لو تذكرونه كان ويانا في سيارة السباق وذاك اليوم كان مسوي بس الصبغ الخارجي. ولكن اتفكر انه كار ديب في بس هالسوالف، كار ديب في كل شيء تجميل للسيارة، عناية بالسيارة، يغير لك الالوان من داخل من برا، اذا حتى تبغى تغير الجامات اللي على اليمين لونها، يغير لك باجدد شيء في السوق. وهذه السيارة ماشية 20,000، يعني السيارة وكالة كوليكتر كار، فحرام أنا أصبغها، فأنا طبعا ما بأصبغها، فقلت خلنا أسوي فيها كار دب اللي هو الصبغ المطاطي، لما ما باللون أبغير اللون، مجرد أنه تنصبغ السيارة عادي بس أشله كذا شرات اللزق، مش فويل، لا هو صبغ عادي ولكن ينشال شرات اللزق. فقلت خلني أشاوركم، خلني أتشاور وياكم شو تبونه نسوي بهالسيارة، وانا بسوي فيها اي شيء انت تبونه. اذا ما تعرف كاردب هذا حسابهم، خذوا لكم لفه في الحساب، اوكي، هو اظن 30,000 فولور، فجروا كم نقدر نوصله، 50,000، فجروا حسابه، خله كذا يهنق حسابه، هذا حساب الانستغرام، سيروا طالعوا الصور وقولوا والله علي قولوا له انه نبى هذا اللون، نبى الحركه هذه من داخل، غيرنا من هالسوالف من برا، يعني من هالتفاصيل. وهذا سناب شات، كل واحد يطلع التليفون ماله ويسوي سكان حق الكود مالهم سناب شات، لانه هو بيحط كل التفاصيل، يعني بيشاوركم هو، لانه هو اللي عند الديزاينر، المصممين، المهندسين، كلهم موجودين هناك، فبيحط صوره بيقول ها شو رايكم نحطي هذه، فسووا عليها كابتشر، فكلكم على سناب شات هذا وكلكم على انستغرام هذا، ونحن بافكارنا كلنا بنخلي هاي السياره شيء عالي، بنخليها تدخل التاريخ من اوسع ابوابه، بنخلي سياره الرئيس الامريكي ولا شيء قدام. يا بنا ننطلق انا وانتو الى العاصمه ابو ظبي، خلينا نشوف شو عنده من المواتر اللي صار حسابهم بالانستغرام، بشوف شو المواتر اللي هنا. قلنا ان نوصل والقياده بقياده ابو عسكور باشا والزعيم وضاح ويانا هني، شو رايك بالقياده وضاحني؟ ما شاء الله فنانه؟ يعطيك العافيه والله ابو عسكور ما يقصر. زين طبعا اللي يعرف انه قائد الرحلات او السفرات العالميه هو وضاح، فشو رايك وضاح نشحن السياره هذه نتمشى فيها في اوروبا؟ والله والله تخطيط جميل صراحه السياره. ماشي باركنات؟ ماشي باركنا؟ ما يحتاج باركنا فليه؟ انت ابو عسكور باشا، عطهم ثابت بعسكور. بعسكور انت ما شاء الله كل شيء تسوقه؟ الله عليك. الجماعه يبون الليموزين تروح البار، شو الترتيب؟ اتشب عليه اتشب عليه شويه. وحش. تم الوصول لكاردب. رفاقة الخير هني وهني الطبخة، هني موتركم بيجهز ان شاء الله. دخلت يا رفاقة الخير سيارتكم لكاردب، شوفوا ربع الحين منو عندكم هناك، المكلارن والبورش ومايباخ وابو عسكور. ابو عسكور الحين طال عمرك السيارة عندك، وانا وجهت كل الناس يجون عندك تتشاور وياهم، لان هذا الموتر مو موتري، هذا موترهم هم. السيارة بنشتغل فيها من برا، اوكي، بنشتغل فيها من داخل ان شاء الله. حلو. طبعا من داخل بنفتشها كاملة نحن وبنغير الدنيا داخل كلها. تخيلين سيارة كامل بتكون مختلفة. ما
من برا اللون بنشاور فيه. حلو. فيعني الحين الحين يعني اللون الخارجي بنتشاور فيه نفس ما قلت لكم في سناب شات لايف ودكم سناب شات، كل واحد طلع التليفون وهناك عشان بعدين باكر ما يقول والله اللون مو بوكي، هذا لونكم انتم، انتم اللي بتختارونه. فاللون الخارجي بنغيره انزين، وخبرونا مثلا الرنقات تبوها كروم، تبونها لونها سموك، تبونها نفس ما هي، على راحتكم انتم خبرونا. الموتر موتركم من داخل باسكور، يعني اخبرهم كذا شغلات بسيطه يعني، يعني هنت والباجي هناك. طلب كوفي ماشين، اي حركات جزر. اي لايك ات. كوفي ماشين، كوفي ماشين في السياره صراحه. لا مو بس شيء بعد، هذا شيء بسيط يعني، ها واحده واحده من الشغلات. اوكي 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 تحت الباتري. لا 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 ابوي باسكور، شوف هاي الحين مسويها ابوي صناعه اماراتيه، الحين السياره انسى صناعه امريكيه بنبيعها على ترامب الحين. بنصير لما اقول ابويها موترنا احسن عن موترك، موترك مصفح ولكن هذا الفخامه وقطع. فهذه هنت بسيطه عن بعض الشغلات اللي بتصير ان شاء الله في السياره. السياره نوعدهم ان بتكون مختلفه تماما. اوكي، فنبي مساعدكم في اقرب وقت عشان نقدر نشتغل في السياره في اقرب وقت، فلا تقصروا ويانا. والحين في ايدي امينة حاضرين جميعا عند بعسكور، وتفاهموا انتم يا بعض، وانا ان شاء الله بيسلم السياره بعدين. بعسكور شيء تامرني حبيبي، مالهم الحق ما تلحق، عندهم عندك الرابط تحت موجود، هذا موقعهم في العاصمه ابو ظبي، تعال اعرف الخدمات الموجوده واقترح عليهم شو تبون في السياره. السياره موجوده تقدر تشوفونها، تقدرون تقربون صوب السياره وتطالعونها. لكن قبل ما يخلص هذا الفيديو انا قلت لكم بقول لكم اسرار عن سياره الرئيس الامريكي. هذه سياره مشابهه لها، هي مش سيارته، ولكن سياره الرئيس الامريكي طبعا هو ما عنده سياره واحده، عنده كذا سياره. اول شيء سيارته قيمتها 15 مليون دولار، لان كل شيء فيها مختلف. السياره هاي تقدر تدخل فيها حرب. اول شيء التواير ران فلات، لو ترمي التاير باي سلاح التاير بتقدر تمشي فيه مسافات طويله لين ما توصل لمرحله الامان. فيها نايت فيجن، تقدر تشوف بالليل. واحده من الشغلات الثالثه، لو ياك صاروخ انت الرئيس الامريكي وياك صاروخ، في شظايا تطلع من خلف السياره، هذه تشتت انتباه الصاروخ اللي جاي لك بحيث انه ما يضرب السيارة. عندكم الزجاج اللي في السيارة، كل الزجاج ما ينزل بس الزجاج السايق، الزجاج هني 5 انش الثيكنس ماله. السيارة مدرعة كامل، حتى لدرجة انه لو حد رمى تانك البترول، تانك البترول في شيء اسمه سيلف هيلينج، في مادة تطلع وتسكر الفتحة. رئيس الامريكي عنده تليفونين ساتلايت، هذا تليفون واحد دايركت شرات الهوت لاين يتصل نائب الرئيس، والثاني يقدر يتصل فيه في اي مكان، مستحيل ينقطع عن الاتصال الرئيس الامريكي. والسيارة اذا راحت اي مكان تقدر تسوي عليها تراكينج. ثاني شيء الدرايفر مال السيارة يكون متخصص ومدرب وايد على مانوفرينج، وان يقدر يسوي درفت بالسيارة ويقدر يلف ويقدر يدخل بين زوايا، يعني وايد وايد محترف. والرئيس الامريكي اللي قاعد في الخلف يقدر يقفل الزجاج اللي قدام ويمنع ان السايق يسمعه او انه يوقف السيارة، يعني عنده كنترول من هني. فوايد شغلات من السوالف، ولكن احنا في سيارتنا، سيارتي وسيارتكم، ما يحتاج نسوي هذه السوالف ابدا. لك الحمد نحن بنعمه وبخير، والله يا رب يجعل هذه البلاد امنه وجميع بلادنا وبلادكم في امن وسلام ونبعد عنا هذه المشاكل. فنحن ما يخصنا بالتصفيح وهي السوالف، نحن ندور فخامه، وانتم خبرونا كيف نخلي سيارتنا افخم سياره في العالم. انا شيء تامروني، شيء تامروني، تبون مني شيء؟ خلاص كلنا نروح عند بعسكور ونشوف شو بيجهز لنا في السياره هذه، شو بيضبط فيها. هذا سناب شاته وهذا انستغرام عشان انا وياكم نشوف الشغلات اللي في حسابه. خلنا نوصل 50,000، نروم ولا ما نروم، نفجر ابو الحساب 50,000. انا من هني اقول لكم الجميع ثابت، وخلنا نشوف شو بيصير بالسياره. لا تنسوا تشوفوا الفيديوهات مال الاسبوع اللي طاف، واقول لكم الجميع ثابت، وخلنا نشوف شو بيصير بالسياره.